هدفنا الرئيسي لهذه الجمعية اللي هو ترقية وتمكين قدرات الشباب. اتصلنا بشباب هادف، دي زارتيزان حرفيين، دي مانكان، دي ستيليست اكسيتيرا، كلهم شباب طامح في ترقية نفسه وتطوير مواهبه. الصفحة تاعي هذه مديرها الحلويات التقليدية ومديرها الباتيسري. نشكر بزاف الجمعية هذه اللي حضرتنا اليوم معها، جمعية اللي فتحت لنا المجال باش نعطوا مواهبنا وباش نوريو رواحنا. كل الشكر للمنظمين والواقفين والمساهمين في إنجاح هذه التظاهرة اللي هو ان ايفينمون نظمته لنا شابه لاسست جمعيه لتكوين وترقيه الشباب. يعطيها فريمون صحه لانه تنظيم رائع، ويعطيها الصحه وان شاء الله نكونوا عندها مزيد من النجاحات ونخدموا في اعمال اخرى ان شاء الله. بديت تصميمي من 2020 واليوم كان عندي الحظ باش نشارك في هذا الديفيلي ونمد كامل تصاميمي وافكاري، ان شاء الله يعجبوكم.